تصورنا مع فري ستايلرز قبل كده كانوا برضو بيستخدموا نفس الكوره دي. قول لي حكايه الكوره دي. الكوره دي ماليش حكايه ولا حاجه، هي الكوره يعني مريحه لناس كتير لان فيها نسبه جنس، فالجنس في الفري ستايل بيبقى انسب، بيبقى انسب ليك. انت ممكن تلعب اي كوره بس انت على حسب ما بتعود رجلك. انا بالنسبه لي دي اسمها اوربن بول، لو ناس في ناس مش عارفه الاسم، الكوره دي اسمها اوربن بول. اوربن بول، الاوربن بول، اوربن بول ديت هي بيبقى فيها نسبه في نسبه في الصناعه بيبقى نسبه جينز، فبتديك تحكم اعلى. فانت في التحكم الاعلى بتقدر تعمل اكتر وبتقدر انت تتحكم اكتر، بس مش ده معناه ان انا ما اقدرش العب بكره اوفيشال عاديه مثلا، ما اقدرش العب بجابيولاني، ما اقدرش العب بتانجو، ما اقدرش العب بكره اليورو، لا العب عادي، بس دي معموله خصيصا للفري ستايلرز. يعني عايز كنترول بتلعب بالكره دي. وفي كره تانية برده مخصصه للفري ستايلرز، كره اسمها مونتا. بس للاسف الكره دي ما بتجيش مصر كتير. يعني مونتا دي طبعا مسافر اوروبا بتجيبها ليك، حد في اوروبا بيجيبها لك كده. انما دي متاحه لحد ما، بقت متاحه لحد ما في مصر. انما المونتا دي صعبه شويه. بس هم دول انسب كورتين للعبه بتاعتنا.